ايضا لنفس الاستفزازات ونفس الاطاله الساده الموظفين بابواب المحاكم من بعض الاغيار اللي بعادين على المحكمه، واللي تم فيها المنع الولوج ديال المحاكم. يعني الموظف كيجي انه يولج المقر ديال العمل ديالو كيتمنع بناء على شرط تمييزي اللي هو جواز التلقيح اللي قراته اللجنه الثلاثيه ما بين الوزاره والباقي الاطراف. يعني بالنسبه لكم هذه الوقفه، هل ستكون وقفات اخرى على حسب البرنامج؟ بطبيعه الحال ممكن على حساب البرنامج ديال المكتب الوطني، وعلى حساب يعني ردود الفعل اللي غنقدروا نشوفوها من القدام، يعني واش الامور غتطور الاحسان او لا غتمشي في منحى اخر. الافق ديال هذه الحركه الاحتجاجيه يعني ان هذه الممارسه ديال رفض فرض الجواز التلقيح للولوج الى المقرات العمل القطاع الوحيد الان اللي خدام اللي تبنى هذا الامر هذا، في حين هناك قطاعات اخرى كتدخل عادي، المتاجر دابا التجاريه عادي كتدخل في اي بلاصه عادي الا مقرات العمل اللي هو كنعتبروا حنا ليه الادرع الموظف، حقاش الموظف مشدود بواحد السالير بواحد سميتو فنطبقوا عليه هو الاول.